Well, I should be doing any of your help in this award no time. أو متواربة أو الهروب في الماراثون الأكثر خطرا في العالم. بالنسبة إلى حيوانات الثريوجات المفترسة قرب وقت العشاء. وهذا ليس عشاء عاديا، إنها وليمة سنوية. يحمل شهر كانون الأول ديسمبر الأمطار إلى شمالي تنزانيا. تمتلئ الأودية الجافة بالحياة. يهاجر ما يقارب ربع مليون حمار وحشي عبر هذه الأرض، ولكن تشحب هذه القطعان قرب حيوان آخر آكل للعشب. حيوانات السيرنجيتي الجازة للعشب، حيوانات النوم المقيمة، هي نجوم السيرنجيتي الحقيقية. تهاجر ثم تعود إلى موطنها الأصلي منذ ملايين السنين، وهي مصدر الجذب الذي تنتظره حيوانات كثيرة. ذكر النوم ليس خصما ضعيفا. وزنه 270 كيلو جرام، ما يفوق حجم الأسد، وحيون حادة وحوافر وحواس. تنتظر الحيوانات المفترسة فريسة أكثر سهولة، وهي على وشك الظهور. مع هذه الكمية الكبيرة من الأعشاب، موسم الأمطار هو الوقت المثالي للولادة. ولكن حيوانات النوم هي فصيلة البقريات الوحيدة التي تزامن الولادة. في غضون 3 أسابيع سيولد 90% من العجول. فالرائس أكثر من قدرة الحيوانات المفترسة على أكله. من ضمن جميع العجول التي ستولد اليوم، أحدها سيكون هدفا لكل حيوان مفترس. إذا لم تتمكن من جارات والدتها تهلك بوشع. من المعروف أن الأسود تلعب بفرائسها قبل قتلها، ولكن ما سيحدث بعد ذلك لم يسمع به من قبل. أخيرا جذب الانتباه. تعلم الطبيعة فقط سر سماحها للصغيرة بالإفلات. ولكن أين الأم؟ أسوأ تهديد لمواليد الجدد هو الانفصال. من سيء إلى أسوأ. Yo.
أشعر بالبرد والجوع، وأحيانا دون ضرورتها. كنت نيوت ضعيفة للوجود. وجدت الصغيرة الضائعة هذه الليلة، وهي عادت وحدها. ستعرف من خلال نبائها. ما تملك هذه الوالدة سوى كمية من الحليب تكفي عجلا واحدا فقط. إنها جائعة جدا وتبدأ البحث عن الحليب في أي مكان. غير مرحب بها هنا. لديها فقط ساعات قليلة للعثور على أمها. تجتمع الاحتمالات كلها ضد صغيرة لو مفقودة، ولكن القدر يقف إلى جنوبها. العودة. بعد 24 ساعة على فقدان صغيرتها، اللقاء منتظر. حددت وجودها الضباع. أنقذتها اللبوءة. إنها في أمان أخيرا. تستحق هذه الصغيرة المحظوظة لقب سيرفايفر، أي النازية. الفرح اليوم، الخطر غدا. لكن كل الأشياء الجيدة تصل إلى نهايتها، بما في ذلك موسم الأمطار. تتحول برك مياه الشرب إلى مستنقعات، والبحيرات إلى فخاخ. والدة سيرفايفر عالقة. وزن سيرفايفر خفيف جدا ما يساعدها على تجنب الانغراز، ولكن والدتها ثقيلة جدا. يشبه التخلي عن والدتها التخلي.
التخيل يا راني وسوا. مجددا تجد سيرفايفر نفسها من دون والدة وعاجزة. إنه الوقت المثالي لحيوانات متحيرة للفرص. جاءت للشرب فقط ولكنها قد تحصل على وجبة طعام. يملك قطيع آخر الفكرة نفسها. عندما تجف الأرض تضطر الحيوانات المفترسة إلى تقاسم المياه، ولكن من منها سيحصل على وجبة العشاء؟ ولكن ماذا عن والدتها؟ الوالدة ناجية أيضا. الصغيرة مثل أمها. ويزال أصعب اختبار لسيرفايفرز انتظارها، تحدي الموت. في عمر 4 أسابيع تبدأ سيرفايفر أطول هجرة على اليابسة في العالم. بالنسبة إلى حيوان آكل للأعشاب، تتمحور الحياة حول الأمطار. ليس هناك جفاف حتى الآن. انتقلت الأمطار ببساطة إلى مكان آخر، وستضطر حيوانات النوم أن تفعل. محمية السيرنجيتي أكبر من جزيرة الصقلية. في كل عام تنتقل حيوانات النوم من مرعى إلى آخر، رحلة على مسافة 2000 ميل وفي إيقاع قديم قدم البشرية. لا تستطيع سيرفايفر ووالدتها البقاء أكثر من 2 يوم بلا ماء. الماء أخيرا. بالنسبة لسيرفايفر، الهجرة هي الاختبار الأقصى. الطريق كله مزروع بالفخاخ. في يوم من الأيام ستهدد أشبال الفهد القطيع.
ouça a tua reunião e o seu radioativo se sai. Hoje é que não está tão fiel. Survivor. يعد الفهد أسرع رداء في العالم بحيث تصل سرعته إلى 70 ميلا في الساعة، ولكنه عداء نوعي في مسافات قصيرة وليس في المسافات الطويلة. بعد قطع 275 مترا يفقد قوته. يساعد المخبأ الفهد على البدء بمطاردة الفريسة من مسافة قريبة. ولكن لا فائدة. سيرفايفر محمية جيدا. تتجنب إناث الفهد من الأمومة ذكور حيوانات النوم البالغة. يفوق خطر التعرض لإصابة المكاسب المحتملة. تريد فريسة أكثر ضعفا وسهولة. يقدر الفهد الوحيد على التحمل 5 أيام بلا الصيد، ولكن مع هذا العدد الكبير من الأفواه التي تحتاج إلى الغذاء، ستصطاد على الأرجح مجددا غدا أو اليوم. تملك الضبع مكانها الخاص لتخبئة الغذاء. سباحة ماهرة ولذا تخبئ فريستها هنا مثل السناجب التي تخزن الغذاء للأوقات الصعبة. الضباع أكثر آكلات اللحوم عددا في محمية سيرنجيتي. تعيش في قطعان تصل إلى 90. تجمع غالبا فرائسها لحمايتها من الحيوانات التي تتغذى على الجثث. هذه الحيوانات مباركة بأمعاء حمضية حتى إنها قادرة على عظم اللحم المتعفن. إنه شهر تموز يوليو وتتجه حيوانات النوم إلى موسم الجفاف. كلما كان العشب أقل هاجرت أكثر. تقطع سيرفايفر ووالدتها مئات الأميال وتعد كل يردة أرض معادية. سيرفايفر أرواحا أكثر من القطط، ولكن مباشرة إلى الأمام يكمن خطر لا تستطيع تجنبه. يستطيع أحد أكلات اللحوم أن يتتبع الهجرة.
وتعلم الحيرانة ما ينتظرها. أي مطاع؟ يصل حجم تماسيح النيل إلى 20 قدما، يزن بعضها أكثر من وزن حيوان النوم. إنها قادرة على كهان فريسة بنصف وزنها في وجبة واحدة. تأكل كل شيء ولا تخاف شيئا. بعد التنقل طوال اليوم سيرفايفر عطشة ولكنها حذرة. تواجد سيرفايفر اختيارين أحلاهما مر، أن تموت عطشا أو أن تموت في النار. قد يكون انتحارا، ولكن غريزة التنقل قديمة وقوية فوق اللزوم. بعضها أدى هذه الرحلة عشرات المرات، ولكن بالنسبة إلى سيرفايفر كل شيء جديد. على النجاة من دفق المياه ومن التماسيح لا تزال مضطرة إلى مواجهة لجنة الاستقبال هذه. أخيرا تقفز والدة سيرفايفر في المياه. وتحظى سيرفايفر حظها. Wee 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 w
وصل عبور الحيوانات النوع إلى نهايته. فصدت جهنز النهر الحيوانات النافقة وتلك التي على وشك النفوق والمتحذية للمصائب. سيرفايفر ووالدتها. إيه السكا بهما. فكا وتنسى في مقابل العزيمة على البقاء على قيد الحيوان. قريب من كاوس ولكن لم ينتهي الأمر بعد. شو هجرة على مسافة كبيرة مثل هذه تتقدم السلامة على كل شيء آخر. خلافا لغيرها من سكان السرنجتي من الحيوانات، تملك الطيور الجارحة مكانة مميزة. يتدخل بعض الغرباء، ولكن هذه حيوانات غير مؤذية. لديها كل شيء هنا. درجات الحرارة المبردة، كثير من المياه، وإطلالة على وجبتها التالية. راحة وسلامة تنتظر الحصول على أفضل خبر يمكن انتظاره، مصيبة حيوان آخر. تستجاب صلواتها. يغلق 92 نوفمبر موسم الجفاف. هناك أمل في البؤس. بعد الفيضان تأتي الوليمة. لقد عادت. ربما تستطيع حيوانات النوع أن تشم رائحة المطر، أو ربما هي تربط بين الرعب والسماء. عيد ميلاد. يبلغ الأشقاء سنة من العمر وكلها في صحة جيدة ما عدا أحدها. إنه ضحية لموسم الجفاف ومواجهة قريبة مع أسد جائع. هنا تنفق الحيوانات كالسلحة، ولكن تملك الفهود خطة صحية جيدة. يتوحد الأشقاء الفهود وتتشارك في وجباتها. تشكل الأشبال التي كانت مسالمة قبل عام في نهاية المطاف خطرا على سيرفايفر. يمكنها الصيد. ما يلبط عدد الحيوانات المفترسة أن يزيد. أعادت الطبيعة تصميم موطن سيرفايفر. اكتملت دائرة الهجرة. Wow.
ninyo atol araf. Nonis ko kayo si Gunsyo Leon, Hornal Canwazwa. Sorza. عادت والدة سورفايفر أيضا، ولكنها ذهبت في طريقها على استعداد للتزاوج مجددا. ويمكن أن تدافع سورفايفر عن نفسها. كان الوقت في يوم من الأيام عاد الله سورفايفر. أما الآن فهو خليفة. في ريعان صحصتها تكمل هجرتين إغاثيتين وتدخل في مرحلة جديدة من الحياة. سلقتها بذور التزاوج على وشك أن تؤتي أكلها. بين الأمهات الجدد تقف سيرفايفر. حكمت الأسود السافانا الأفريقية وهي تتربع على رأس الهرم الغذائي لأنها لا تخاف شيئا بفضل قوتها الخارقة وقدرتها الهائلة على الوشم وتضامنها في الصيد. لا تخاف الأسود من التهام أي شيء. الأسد ملك الوحوش، سنراه كما لم يره أحد من قبل قلبا. وقالبا من خلال برنامج أنا وحش. إنه وسط سبتمبر في شرق أفريقيا، موسم الجفاف. يعيش 12 أسدا بالغا وستة أشبال في زمرة واحدة، وهي تشكل زمرة كبيرة تعيش وتصطاد معا لمدى الحياة. هذا الموسم حار وجاف على نحو لافت، وكثير من الحيوانات التي تمثل فرائس للأسود بدأت تهاجر إلى مراع أكثر اضطرارا، مما يعني فرص صيد أقل. يحتاج كل أسد إلى 5 كيلوغرامات من اللحم يوميا، أي حوالي 8000 وحدة حرارية. ومع تضاؤل فرص الحصول على وجبة، باتت الزمرة غير قادرة على تحمل صيد خاسر. لكن إسقاط حيوان يبلغ 5 أضعاف حجم الأسد لن يكون سهلا.
تمثل الجواميس تحديا كبيرا، فهي حيوانات نقيضة جدا، تنام ساعة واحدة فقط خلال الليل، ونومها متقطع لا يتعدى بضع دقائق خلال القفص الواحد. قرون الجاموس حادة، وقد يصل طولها مترا كاملا، وهي قادرة بسهولة على أن تقتل بها أسدا. تتولى الجواميس حماية نفسها، فالصغيرة منها والضعيفة تبقى في وسط القطيع، أما القوية منها فهي تشكل حلقة تحيط بالقطيع وتتكون بمعظمها من الذكور. بهدف الإمساك بالجاموس أو بفريسة أخرى، يحتاج الأسد إلى عمل جماعي وإلى تخطيط. تستطيع اللبؤة أن تمسك بالجاموس، لكنها غير قادرة على طرحه أرضا وحدها. من ناحية أخرى تستطيع أن تأكل غزالا، لكنها لا تستطيع اصطياده، فهي ليست سريعة بما يكفي للقيام بذلك، لذا فهي بحاجة إلى شركاء. إن كانت هذه الأسود ستتشارك في وجبة من لحم الجاموس، فعلى كل واحد منها أن يؤدي دوره على أكمل وجه. هناك أسود أسرع من الأخرى، وهي قادرة على قتل الفريسة بسرعة أكبر، وهناك التي تتمتع بقوة أكبر وتستطيع الإمساك بفم الجاموس وطرحه أرضا. بعض الأسود يعرف أنه مؤهل أكثر من سواه لخوض تحديات قاسية. يبدأ الصيد عندما تبدأ لبؤتان بمقاربة قطيع الجواميس، فترغمانه على الرقص مذعورا. تتولى واحدة من اللبؤتين المهاجمتين تقويم الوضع، وتقرر أي واحد من الجواميس سيكون الهدف. إنها تبحث عن تلك الضعيفة، وتستفيد إما بعجل صغير وإما بجاموس مريض أو أي واحد ينفصل عن القطيع. ما هي إلا ثوان قليلة حتى تمكنت من تحويل الهدف، أنثى جاموس ذات قرن مكسور. إن قتالا عنيفا بما يكفي لكي ينكسر خلاله قرن الجاموس هو قتال يخلف بالتأكيد أضرارا أشد خطرا على هذا المصاب. تستطيع اللبوءة أن تعدو بسرعة معدلها 54 كيلو مترا في الساعة، لكن تلك التي تقوم بشن الهجوم هي الأكثر مرونة والأسرع بين لبات الزمرة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة. تجري لبوءة مهاجمة خلف كل واحدة من اللبؤتين المطاردتين وتبدأ بشن الهجوم، تهاجم بمخالبها المذهلة. في كل كف أربعة مخالب حادة مصوبة إلى الأمام وزماعة موجهة إلى الخلف، وكل واحدة منها مثبتة في كرة ومفصل ومستقلة عن البراثن الأخرى. عندما يحاول الجاموس أن يسقط اللبوءة ويبعدها عنه، تكيف قبضتها بحيث تمسكه بإحكام، وهذه ليست مهمة سهلة. يسحب الجاموس اللبوء بمقدار كبير من الطاقة. كأن المخالب في كل كف تحاول التمسك بصخرة مندفعة بزخم هائل. لكن التعزيزات لا تلبث أن تصل. أسدان آخران يقفزان فوق ظهر الجاموس ويستخدمان وزنيهما لكي يطرحاه أرضا. إن الجاموس الذي يزن 770 كيلوغراما يحمل الآن ثلاثة أسود يبلغ مجموع أوزانها أكثر من 400 كيلوغرام. تقوم واحدة من اللبات بغرز نديها الضخمين في جسم الجاموس، بينما تقوم أخرى بتكوين فمه وأنفه بواسطة فمها. خلال 15 ثانية يشعر الجاموس بنقص الأكسجين فيصاب بالظهر، مما يؤدي إلى خطر
بإتقان سريع في القلب وحركة عصبية. وبدلا من أن يحافظ على ما بقي في جسمه من الأكسجين يستهلكه سريعا عندها يصاب بالغثيان. وبارتخاء العضل أخيرا ينتهي الأمر. لكن بعد هذه المهمة الشاقة لا تبدأ اللبوءة الصيادة بالأكل. قبل أن يسمح لها الذكر بذلك سوف يلتهم 20 كيلوغراما من لحم الجاموس قبل أن تبنو الإناث منه. الذكر هو الملك المسيطر كما كان دائما الزعيم المطلق والأهم. لكل زمرة أسدان أو ثلاثة أسود، لكن لهذه الزمرة ذكر واحد. إنه يحمي مجموعته ويهتم بالأشبال، يجوب أرض عشيرته ويحرسها من الدخلاء. إنه لا يشارك في عمليات الصيد كالإناث بالرغم من أنه يأكل قبل السواح. من الجيد أن تكون ملكا. لقد كان صيدا موفقا. إن الكيلوغرامات 450 ستزود المجموعة 700,000 وحدة حرارية، وهذا يكفيها أسبوعا كاملا. المجموعة تأكل. يبشر الزئير القادم من بعيد بالمتاعب، وهي متاعب قد تغير حياة الزمرة إلى الأبد. هناك دخيل يقترب، لكن هدفه ليس سرقة جثة الجاموس. لقد جاء كي يتحدى الذكر المسيطر ويحكم الزمرة. منذ سنتين جاء الذكر المسيطر وكان هو المتحدي. كمعظم الذكور بدأت لبدته تكبر وأصبح ذكرا بالغا في عمر السنتين. لقد طرد من الزمرة التي ولد فيها. لهذه الظاهرة هدف محدد. بما أن صلة قرابة تربطه بإناث الزمرة فعليه إذن أن ينفصل عنها لكي يتزاوج. لكنه في سن المراهقة لم يكن قويا بما يكفي لكي يزيح ذكرا مسيطرا ويجلس مكانه، فبقي مشردا لأكثر من سنة ينتظر اللحظة المؤاتية لبسط سيطرته على زمرة. وبعد سنتين نجح في ذلك. الآن صوت الزئير الذي يشعر من بعيد يظهر بوضوح أن السلطة ستنتقل. شخصيا سمعت زئير أسود من على بعد عشرات كيلومترات، وعندما تنتبه إلى بعد المسافة تصيبك الدهشة من قوة الصوت. إن زئير الأسد لا نسمعه وحسب، بل نشعر به أيضا، وهو ينشأ عندما تتحرك العضلات بين الأضلاع وتعمل كالنفاخات، فتطلق الهواء بسرعة 80 كيلومترا في الساعة باتجاه أوتار صوتية وتتسبب بارتجاجها.
لكن ما يمنح الزئير قوته هو حجرة تكبير الصوت بين شرح الحلق ومؤخر الحنجرة. هنا يتردد الصوت فيزداد سرعة وقوة. وفي حجرة تكبير الصوت هذه يستطيع الأسد أن يتحكم في نغمة الزئير، كما يغير مغني الأوبرا النوتة الموسيقية، والنتيجة صوت مدون قد يبلغ 115 ديسيبل كصوت صادر عن حجرة الرأس. يسمع في المكان زئير آخر، وهذه المرة من مكان أقرب. إنها سلسلة من صيحات متقطعة واضحة البداية والنهاية، وهذا ما يسهل معرفة مصدر الزئير. المسألة تتوقف على التهويل. لا أظن أن أحدهما سيقتل الآخر. يعرفان أن للإصابة نتائج سيئة. الآن أمام الأسد المسيطر كما الآخر المتحدي خيار واحد، إما القتال وإما الرحيل. لكن الأمر لم يعد بسيطا كما من قبل. فجأة وجد نفسه ليس في مواجهة أسد واحد فقط، بل اثنين. بينما يهاجم الدخيل الأول، يتسلل الدخيل الثاني لتهديد الزمرة. يتعرض أسد الزمرة لإصابة في كفه، فيسقط أرضا مستلقيا على ظهره في إشارة للاستسلام. لقد خسر زمرته وأرضه. إن الأكثر سيطرة وسطوة بين الأسدين المتحديين هو الذي سيكون القائد الجديد، ومع انتقال السلطة إليه تتخذ الأمور منحا قاسيا ووحشيا. إنه يقتل كل الأشبال. قد يبدو هذا في غاية الوحشية، لكن ما يسعى الذكر إليه هو القضاء على مملكة سلفه ليبدأ بإقامة مملكة خاصة به. يريد التأكد من أن الصغار هي منها، ومن تلك الجينات التي يسعى لنقلها إلى الجيل الجديد. إذا تمكن الحاكم الجديد من البقاء مع الزمرة لوقت كاف كي تبلغ أشباله، فستستمر جيناته. قد تقاوم الإناث في البداية جهود الذكر الجديد للتزاوج بها، إلا أن وزنه البالغ 225 كيلوغراما يفوق وزنها بنسبة 30%. لكن لقتل الأشبال هدف آخر، فهو يجعل الإناث مستعدة للتزاوج. إن سنوات الاستقرار التي عرفتها هذه الزمرة قد انتهت بلمح البصر. الذكر الجديد الحاكم يقود المجموعة في رحلة صيد ليثبت سلطته عليها. اليوم لم تصطاد الأسود جاموسا، بل شيئا أهم بكثير، فريسة طولها أكثر من 5 أمتار ووزنها 1800 كيلوغرام. لها ساقان أطول من أسد واقف على قدميه، وهي قادرة على قتله برفسة واحدة.
ورأيت زرافة وهي تسدد رشة جانبية، وسمعت طقطقة العظام وهي تنكسر من مسافة 90 متر. إذا كانت الأسود تريد قتل حيوان بهذا الحجم، فعلى الذكور أن تشارك في الصيد. ليست هناك قاعدة بأن الذكور لا تصطاد، إنها تصطاد، وقد رأيت بعضها يطارد زرافة وهي حيوان عملاق. يتطلب اصطيادها تضافر جهود عدة أسود، فوزن الأسود هو الوسيلة لطرحها أرضا. ليست الزرافة ضخمة وقوية وحسب، بل أيضا سريعة ومرنة. وزمرة الأسود تحتاج إلى استراتيجية موحدة لإنجاح الصيد. عليها أن تنصب لها شركا. تمكنت ثلاث لبات من سوق هذه الزرافة نحو بقعة تنمو فيها أشجار الأكاسيا، حيث تربض المجموعة. الزرافة محاطة بالأشجار من ثلاث جهات، والأسود تسد طريقها من الجهة الرابعة. الزرافة مذعورة، إذ لم يعد أمامها مكان تلجأ إليه. والأسود تنتظر اللحظة المآتية للانتظار عليها. لم تستسلم الزرافة بسهولة، حتى في مواجهة مجموعة كاملة من الأسود. وقتلها يستغرق حوالي ساعة من الوقت. بينما تحتفي الزمرة بلحم الزرافة، يتجول الأسد المهزوم وحيدا في السافانا على بعد أقل من كيلومترين، والجوع بدأ يغلبه. لقد تعرض لإصابة في كفه، والأسوأ من ذلك أنه كلما توجه إلى بقعة وجد أنها منطقة لزمرة أخرى. قد تعيش ثلاث أو أربع مجموعات في دائرة قطرها بين 20 و40 كيلومترا. والفرصة الوحيدة المتاحة أمامه هي في البقاء متخفيا وإحداث أقل قدر ممكن من الضجيج، والجري سريعا حتى يخرج من منطقة المجموعة. إنه معتاد أن يتسلل متخفيا نحو فريسته لكي يصطادها، لكن عليه الآن لا يثير جلبه حتى لا يصبح هو نفسه فريسة. لقد كسب حوالي 30,000 وحدة حرارية منذ 4 أيام، لكن لم يبق لديه الكثير من الاحتياط، إذ إنه يستهلك أكثر من 10,000 وحدة حرارية في اليوم. في طرفة عين تغير كل شيء في حياته. اشتد جوعه وبات متشردا يطوف كالضباع. في هذه الأثناء تأخذ زمرته السابقة كامل وقتها لالتهام الوجبة الكبيرة، وهي وجبة تحتوي على أكثر من 1,000,000 وحدة حرارية، وتكفي المجموعة ل10 أيام، هذا إذا تمكنت من أكل الزرافة بكاملها في وجبة واحدة. تأكل الأسود حتى التخمة، تلتهم 18 كيلوغراما من اللحم، ثم تتوجه نحو أقرب حفرة مائية لتشرب، وبعدها تنام 18 ساعة. عندما تستيقظ تكون الضباع قد استولت على الجثة وشبعت مما بقي منها. الزرافة تكفي الأسود أسبوعا كاملا، لكنها بدلا من ذلك تنطلق مع حلول المساء التالي في رحلة صيد جديدة. عند الغروب يخف الحر في السافانا،
لكن ليس الجو اللطيف هو ما يقود الأسود إلى الصيد في الليل، بل الاستراتيجية. لا أحد منا يستطيع أن يرى حيوانا في الظلام من على بعد 90 مترا، لكن الأسود تستطيع رؤيته حتى وهو يتنفس. للجاموس رؤية ليلية محدودة جدا، لذا فهو يبقى حذرا. لكن ثمة جاموس وحيد يتجول بعيدا عن القطيع. عندما يحتجب القمر خلف الغيوم تتضاءل الرؤية ويشتد الظلام، فتشن الأسود هجومها بقيادة اللبوءة المهاجمة. إن مقلة عينها والقرنية بداخلها هما أكبر حجما من تلك التي نجدها لدى أي من الحيوانات الأخرى من آكلات اللحوم، وهي تفتح بؤبؤ عينيها 3 مرات أكبر مما يفعل البشر. لكن سر رؤيتها الليلية يكون في الغشاء الفريد العاكس للضوء في مؤخر عينها، مما يضمن وصول كل الفوتونات الضوئية إلى داخل خلايا شبكة العين. إن عين الأسد وحتى في غياب القمر والنجوم وتحت الظلام الدامس تستطيع تأمين صورة أفضل من تلك التي نحصل عليها من خلال المناظير الليلية العسكرية. كلما اشتد الظلام ازدادت رؤيتها قدرة. تنجح الأسود في الصيد الليلي أكثر بمرتين مما تنجح في الصيد في النهار، كما أن معدل نجاحها بذلك في ليلة احتجب عنها القمر يزداد بنسبة 4 أضعاف تقريبا. الأسود قاتلة في الظلام الدامس، والجاموس المطمئن لا يرى شيئا إلا بعد فوات الأوان. على بعد 20 كيلومترا ما زال الزعيم المخلوع يناضل في وجه واقع الحياة الوحشي بعيدا عن زمرته. ما زال يعاني إصابة في كفه تعرض لها خلال معركة خسيرة، ولا يبدو أنه سيشفى منها في وقت قريب. وحتى يتم ذلك سيبقى غير قادر على صيد فرائس سريعة الحركة. 7 أيام مضت دون أن يأكل شيئا. بدأ جسمه يستهلك من مخزون الطاقة في عضلاته، وهذا يعني أنه بدأ يضعف. ما زال لحسن حظه يتمتع بحاسة نظر قوية، لقد رأى شيئا ما، إنه ضبع نائم. راح يقترب منه فرصة ليقف على مسافة كافية لمهاجمته، والجوع يشد مع مرور الوقت. للطبع مذاق كريه ولحمه لا يؤكل إلا عند الضرورة، لكنه في النهاية طعام، لهذا الأسد مضطر لأكله. قد يكون نوع الضباع خفيفا، لذا على هذا الأسد أن يسير بصمت مطلق. يسير كمن يمشي على رؤوس أصابعه، ويحاول تجنب إحداث أي صوت، كما تساعده بطانة قوائمه على توزيع وزنه على الأرض. تلتف كفه حول أي جسم ويحيطه بفروه السميك فيكتم صوت التلامس، لينمو بصمت من الحيوان النائم نوما خفيفا دون أن ينقضه. إن 40 كيلوغراما من اللحم الخالي من الدسم ستزوده بحوالي 60,000 وحدة حرارية، وجبة غير شهية لكنها ستملأ بطنه لينام ويرتاح. أما بالعودة إلى أرضه السابقة فقد تغيرت الأشياء بعد أسبوع.
لقد اشتد موسم الجفاف قحطا، والجواميس هاجرت الى مراح اكثر اضطرارا. لذا وللضرورة راحت زمرته السابقة تبحث عن فرائس متوافرة حتى ولو كانت غير شهية. يمثل غزال الإمبالا هذا البالغ وزنه 55 كيلوغراما وجبة لا بأس بها بالنسبة للزمرة، لكن الغزال الإمبالا خصم لا يستهان به. ومهما يكن حجم التحدي فعلى الأسود المحاولة. لأنها إن لم تقتل في كل مرة متاح لها فيها أن تفعل فستعرض نفسها لخطر الجوع الذي يزداد حدة يوما بعد يوم. يتمتع غزال الإمبالا بسرعة هائلة، ولا تستطيع أي واحدة من اللبؤتين مطاردتين القبض عليه. لكن عندما تشعر الأسود بأنه سيهرب، يقفز أسرع واحد بين أسود الزمرة، واحد من الأسود المهاجمة، وينقض على عنقه. قد يبدو الأمر كضربة حظ، لكن عملية الصيد قد خطط لها بدقة وعناية. لم يكن هدف اللبوء الأولى هو القبض على الإمبالا، بل تغيير مساره. وعندما اندفعت الثانية نحوه، أرادت من ذلك سوقه باتجاه اللبوءة الثالثة التي نجحت بدورها في توقيت هجومها. تستهلك كل واحدة من اللبؤات حوالي 4200 وحدة حرارية، لكن الجهود أتت ثمارها. أما اللبوءة التي قبرت على الإمبالا أسرع مهاجمة في الزمرة فقد أصيبت بفخذها. وفي البرية قد يتحول أي جرح بسيط سطحي إلى أسوأ مما يبدو، وقد أصيبت هذه اللبوءة بجرح عميق. في الأسر يصل متوسط عمر الأسود إلى 30 سنة، أما في البرية فلا يصل إلى أكثر من 15 سنة. بعد 3 أيام نفقت المهاجمة، لا وقت للحزن، اللبوءة الأسرع تأخذ مكانها. أما بالنسبة لزعيم هذه الزمرة السابق المعتاد على مشاركة الأسود الأخرى، فالوحدة لا تعرف الرحمة. إنه وحيد وعليه أن يعتمد فقط على نفسه. قد يعيش فترة على الفتات والبقايا التي يجدها. لقد مضى أسبوعان على نزول الأسد العجوز عن عرشه الذي تربع عليه سنتين. منذ ذلك الحين بدأت الأمور تسوء يوما بعد يوم. كانت اللبات في أيام حكمه تزوده بكل ما كان يستطيع أكله من لحم، أما الآن بعد خسارة أكثر من 50,000 وحدة حرارية بعيدا عن اللبات، فقد خسر أكثر من 6 كيلوغرامات من وزنه. لقد بدأ جسمه يستهلك من مخزونه. إن بقي فترة طويلة من دون طعام فسيتعرض جسمه للجفاف. تحصل الأسود على الماء الضروري لجسمها من الفرائس التي تصطادها، إذن إنه مصاب بالجفاف وضعيف وحالته سيئة. لكن رائحة جاموس منازع بالقرب من حفرة مائية هي فرصة أخرى للنجاة بالنسبة إلى الأسد، وقد تكون الأخيرة. 550 كيلوغراما من اللحم، ولا مفترس آخر ينافسه، إنها وليمة لا ينازعه أحد عليها.
جاموس بهذا الحجم سينقذ حياته، لكن عليه أولا أن يقتله. إنها بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت. قد يتمكن أسد ذو صحة سليمة من قتل هذا الجاموس بواسطة أسنانه. يبلغ طول نبيه 7 سنتيمترات ونصف سنتيمتر، وهما متباعدتان 10 سنتيمترات الواحدة عن الأخرى، وهو البعد ذاته بين فقرات عنق الجاموس كمغرزان عميق بين عظام الظهر، فتفقدان العمود الفقري للجاموس وتشلان حركته. لكن الحر وسوء التغذية قد أضعفا الكتلة العضلية لدى هذا الذكر الجائع. نباه غير قادرين على بلوغ العمود الفقري، حتى إنه لا يستطيع اختراق الجلد بواسطتهما. يستطيع أسد سليم أن يعض بواسطة أنيابه القصبة الهوائية لدى الجاموس، ويسد تدفق الأكسجين إلى رئتيه بقوة مقدارها 425 كيلوغراما. لكن قوة عضة الأسد الآن هي أضعف بكثير مما كانت عليه في السابق. هذه هي النقطة الصفر وهي تعني الموت. لدينا هنا حيوان قادر على الاصطياد وتأمين طعامه، لكن عندما يصبح هذا الحيوان خلف نقطة الصفر بسبب المرض أو العطش أو الجوع، يصبح ضعيفا. إن لم يؤمن طعامه بنفسه سينتهي أمره. لقد فشلت كل جهود الأسد العجوز لخنق الجاموس. أخيرا يستسلم. حالة زمرته السابقة ليست أفضل من حالته بكثير. خلال الأسبوع الفائت تمكنت الأسود من قتل ضب واحد وعشرين نوع صغير، وهذا أقل ب20% مما تحتاجه الزمرة من غذاء. إن الصياد فريسة أصغر وأسرع، يعني الاعتماد أكثر على أفراد الزمرة الأسرع. إنهما لبؤتان المهاجمتان، لكن المهاجمة الجديدة لا تزال ضعيفة، وقد حلت حديثا مكان اللبوءة التي نفقت. إنها تناضل بقوة، لكن المهاجمة الأخرى المخضرمة هي التي تؤدي القصة الأكبر من المهمة. وبمهاجمة واحدة فقط يصبح الصيد أصعب، وبالتالي تبدأ الزمرة بالمعاناة. عندما تقترب الأسود من قطيع غزلان تمسون الصغيرة والسريعة، تقف المهاجمة المبتدئة متفرجة وتتولى الأخرى تنفيذ المهمة. لا تبلغ غزلان تمسون الأصغر سنا وحجما سرعة تلك البالغة، وهي أقل منها خبرة في خداع الحيوانات المفترسة. لكنها لا تكفي لإطعام الزمرة. بعد أن ينتهي ذكران من التهام نصف الفريسة، يتركان أقل من كيلوغرام واحد من اللحم. الأسود لا تعاني فقط الجوع، بل أيضا سوء التغذية. إن لم تتمكن من اصطياد فريسة أكبر في وقت قريب فقد تنفق، وعندما تنفق الإناث الواحدة تلو الأخرى بسبب الجوع، تنتهي الزمرة بكاملها في وقت قصير. لقد هاجرت قطعان الجواموس، وهناك زمرة مؤلفة من 12 أسدا جائعا. لم يعد بوسعها الآن الاكتفاء بصيد حيوانات صغيرة. عليها أن تصطاد أي حيوان تجده في طريقها مهما كان كبيرا وخطرا.
يزن الحمار الوحشي أو حمار الزرد 320 كيلو جراما، أي 5 أضعاف وزن الغزال الذي قد حصنته الزمرة آخر مرة. سوف يكفي حمار وحشي واحد لإطعام وإشباع كل أفرادها. لكن الحمار الوحشي حيوان خطر نظرا لقوته، إن أي خطأ صغير ترتكبه اللبوءة الصيادة قد يؤدي إلى نتيجة كارثية. لحمار الزرد فخذان قويتان قادرتان على تسديد رفسة قاتلة، وهي قوية بما يكفي لقتل اللبوءة أو لإصابتها إصابة بالغة في رأسها. تعرض اللبوءة حياتها للخطر كل مرة تحاول فيها مهاجمة حمار الزرد، وقد لا تنجو، قد لا تصاب بجرح مميت، لكنها تتعرض لخدوش عميقة أو لكسر في ساقها أو في فكها أو في ظهرها، ولن يطول بها الأمر أكثر من 24 ساعة حتى تصبح عشاء للضباع. والأسوأ من ذلك هو أن حمار الزرد يرقد بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة، وهو أسرع من اللبوءة. واللبوءتان المهاجمتان هما الوحيدتان القادرتان على الإمساك به. فهما تنتظران بينما تقوم إحدى المطاردات بتشتيت القطيع. ثم تبدأ المهاجمة المخضرمة بشن هجومها، لكن تلك المبتدئة تقف متفرجة ثم تتراجع. فشل هذا الهجوم؟ لعل أكبر مشكلة في اصطياد حمار زرد هي رؤيته. لا تستطيع الأسود التمييز بين الألوان، وهي غير قادرة بالتالي على التمييز بين خطوط حمار الزرد الطويلة أحادية اللون وبين العشب الأخضر المرتفع في السافانا. وهذا يكفي لكي تشن اللبوءة هجومها بعيدا عن الهدف، فهي من دون قفزة محكمة ودقيقة على ظهر الحمار الوحشي لا تستطيع أن تصارعه وتطرحه أرضا. إنها بداية الكارثة بالنسبة لزمرة الأسود. إن لم تتمكن المهاجمة رقم واحد من الإمساك بحمار زرد، فبالتأكيد لن تنجح الثانية المبتدئة بالإمساك به. الزمرة تنتقل إلى موقع آخر، لكن المبتدئة تبقى في مكانها. لقد تعلمت شيئا ما من خطأ المهاجمة الأخرى، إنها تتموضع حيث لا عشب مرتفعا بينها وبين الحمار الوحشي، ثم تنطلق. لكن لطرح حمار الزرد أرضا، عليها أن تسب وثبة متقنة دقيقة وتحط على ظهره على نحو مثالي. تستطيع اللبوءة أن تسب مسافة 10 أمتار، لكن لتحقيق وثبة كهذه على كل عضلاتها ومكونات جسمها أن تعمل بتناغم كامل. أولا عليها أن تكون قد بلغت سرعتها القصوى، كما أنها ستحتاج إلى قوة دفع هائلة من كفيها الخلفيتين اللتين يلامسان الأرض تحتها
وتجتازانها بسرعة 17 مترا في الثانية. وعلى القائمتين الأماميتين أن تتحركا بتناغم كون مع الخلفيتين لكي ينتفض عمودها الفقري بقوة وبسرعة. إن هذه التركيبة هي التي ستمنحها الديناميكية الهوائية الضرورية لكي تسب عبر الهواء. إنها تمسك بشروشتها وتطرحها أرضا. يتكيف الكل مثل ذلك نازل عن المثالب الأخرى لكي يتناسب مع حركات حمار الزرد الذي يتخبط ويحاول. أخيرا تغلق فكيها بإحكام على العنق وتضغط بقوة 425 كيلو جراما وتقطع طبقة الهواء إلى رئتيها. بعد ما أشهدت على فريستها تقدم منها الذكران لكي يبدأ بالطعام. بعد قليل سينال كل من أفراد الزمرة حصته. لقد مضى أسبوع كامل قبل أن تقوم اللبوءة المبتدئة بتأدية دورها كواحدة من اللبوءتين المهاجمتين، لكنها عندما فعلت أنقذت الزمرة من الجوع. لقد التهمت الأسود 320 كيلو جراما من لحم حمار الزرد وأكلت حتى التخمة وأصبحت غير قادرة على التحرك. القائد السابق أيضا غير قادر على التحرك، لكن لسبب آخر لم يأكل شيئا منذ 3 أسابيع وقد خسر 27 كيلو جراما من وزنه. إنه مصاب بالجفاف والقروح تكسو جسمه الذي تنقره الحشرات رفيقته الوحيدة. إنها نهاية حزينة وقاسية للملك المنفي، كما كانت من قبله نهاية الذكر الذي خلعه وتربع على عرشه، وكما ستكون نهاية الذكور التي ستتوالى على قيادة الزمرة من بعده. خلال أشهر قليلة ولدت أشبال الذكر الحاكم الجديد. ذات يوم إن حلفها الحظ ستكبر وستقود زمرا خاصة بها تماما كما ستأتي أسود أخرى لتتحداها وتخلعها عن عروشها وتأخذ مكانها. هكذا هي الحياة في السافانا. إنها قصة مستمرة منذ ملايين السنين. منذ ملايين السنين والفهد الصياد أسرع حيوان على الأرض، يضع نصب عينيه الغزال كأفضل الفرائض، لكن للغزال ترسانة من الصفات تمكنه من الهروب. ولكي يفوز هذا الفهد الصياد عليه أن يعمل مهاراته الأخرى بالإضافة إلى سرعته. هذه أشرف معركة بأسلحة ميكانيكية حيوية يقيس فيها العلم من سيفوز في واحد من أشرس المواجهات، ونشهد عليها نحن في برنامج أنا وحش. الفهد الصياد والظبي خصمان مدكاة
هاتئان في المعركة بين مفترس وفريسة. لأن سرعة الكهف الخارق التي قد تبلغ 120 كيلومترا في الساعة تقابلها في الطرف الآخر سرعات عالية جدا لدى بعض من أنواع الذباء كالغزال والإمبالا، إذ قد تصل إلى 95 كيلومترا في الساعة. لكن السرعة ليست وحدها هي التي مكنت هذه الكهف الأم من الفوز بوجبة كانت بأمس الحاجة إليها، بل تسارعها المفاجئ كالبرق الذي يجعل منها الواحدة من أنجح الحيوانات المفترسة في أفريقيا، بحيث تقبض على 50% من الحيوانات التي تطاردها. تندفع وتنطلق كالبرق، وتنتقل من سرعة 0 إلى 95 كيلومترا في الساعة في أقل من 3 ثواني، وهذا تسارع أعلى من تسارع طائرة النفاثة. يكمن سر هذه الانطلاقة الخارقة في عمودها الفقري الذي هو مثالي. ينتشر 60% من عضلاتها فوق عظام ظهرها. يتقلص عمودها الفقري ثم يتمدد منتقدا بقوة هائلة، بحيث يضيف مترا إلى كل وثبة تقوم بها، فيمنحها طاقة لكي تجتاز حوالي 8 أمتار في القفزة الواحدة. تجتاز الأرض بسرعة 31 مترا في الثانية متوجهة مباشرة نحو الهدف، ما إن تنطلق بسرعتها التي لا تنافس حتى تقضي على الطبيب. لكن مهمة هذه الفهدة لم تنجز بعد، فهي تستطيع الوصول إلى سرعة عالية ولا تسدد عضة قاتلة للفريسة في عمودها الفقري كما تفعل الأسود. تتمتع جمجمتها بديناميكية هوائية لا مكان فيها لأسنان قوية أو لعضلات فكين ضخمين. الطريقة الوحيدة التي تعتمدها الفهدة للقتل هي عض الحنجرة والضغط عليها حتى الخنق. تقوم بضغط حنجرة الظبي وتمسك بها بين أسنانها لحوالي 10 دقائق، وبينما تمنع الظبي من التزود بالأكسجين تتزود هي به من خلال التنفس عميقا عبر فتحات أنفها الكبيرة، وتحاول أن ترتاح بعد الجهد الهائل الذي بذلته عندما بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة. لكنها لا تستطيع أن تستريح أكثر، قد يكون وزن الفريسة مساويا لوزنها، لكن عليها أن تنقلها بسرعة من مسرح الجريمة. لا تستطيع أن تأكلها في العراء، عليها أن تحمل طعامها إلى مكان آمن قبل أن تنتبه للأمر حيوانات مفترسة أخرى. تقوم بسحب الجثة البالغ وزنها 30 كيلوغراما إلى تحت شجرة في الجوار. عليها أن تسير ببطء لبعض الوقت لكي تلتقط أنفاسها من جديد، وهي بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة، حيث ما استطاعت من ربع إلى نصف ساعة كي يعود خفقان قلبها إلى وضعه الطبيعي. إن الركض أسرع من أي حيوان بري على وجه الأرض يتطلب مجهودا ضخما. لقد أحرقت أكثر من 300 وحدة حرارية في مطاردة واحدة، أي ما يعادل عدوى إنسان لمدة 30 دقيقة دون توقف. استغرقها ذلك 30 ثانية. معظم الفهود الصيادة بنصف الساعة التي يلي الصيد في الاستراحة والأكل، أما هذه الفهدة الصيادة الأم فهي لا تستطيع تحمل هذا الترف. عليها أخذ هذه الوجبة لصغارها الأربعة. لكن السهول الأفريقية تعج بالحيوانات الأخرى المفترسة الجائعة. We'll be right back.
ما انجلت من صغارها. حتى داهمها أسد. لكنها إن لم تنجح في إبعاده فستخسر وجبتها لهذا اليوم. أي إصابة قد تلحق بها تعني الموت بالنسبة إلى صغارها الجائعة، لذا فلا خيار أمامها سوى التخلي عن الفريسة. كل هذا الجهد وكل هذه الطاقة المهدورة طلعها بلمح البصر. إن 50% من الفرائس التي تقتلها تسرقها حيوانات مفترسة تفوقها حجما. الفهود الصيادة غير مصممة للقتال وهي لا تستطيع خوض معركة. مثلت خسارة الظبي نكسة قوية للفهدة الصيادة، فهي تستهلك على الأقل 2500 وحدة حرارية في اليوم، وهذه الوجبة الأساسية التي تحتوي على 5000 وحدة حرارية تقريبا كانت ستكفيها يومين إضافيين. لقد بدأ مستوى الطاقة لديها بالانخفاض. إن بقاءها على قيد الحياة متوقف على كسبها وحدات حرارية أكثر مما تستهلك. عندما تصل إلى نقطة الصفر تدخل في مرحلة الخطر وتبدأ بإحراق وقود عضلاتها. عادت الآن إلى صغارها، لكن الفهدة الأم تعتمد على نفسها فقط في تربية الصغار، لذا سيكون عليها ترك الصغار من جديد والانطلاق في رحلة صيد جديدة. في البعيد ترى ما لا يستطيع البشر رؤيته بالعين المجردة. الأمر أشبه بنا نحن البشر عندما نمسك بمنظارين وننظر في الأفق البعيد، فإن ما يلفت انتباهنا ونحن نرى المناظر البعيدة هو ما يلفت انتباه الفهدة، إنه الحركة. لقد رأت فريسة محتملة، لكنها لا تتحرك بسرعة، لأنه إذا ما اندلعت معركة بين اثنين من أسرع الحيوانات في أفريقيا لا تمثل عندئذ السرعة وحدها الفرق بين الموت والحياة، بل أيضا البصر. هذه الفهدة الصيادة كمعظم الحيوانات المفترسة لديها عينان في مقدمة جمجمتها، مما يمنحها رؤية كأنها تستخدم المنظارين، ويمكنها من معرفة بعد الصورة وعمقها لكي تحسب بالتالي المسافة التي تبعدها عن الفريسة. إن أهمية البصر بالنسبة إلى الفهدة الصيادة تفوق أهميته بالنسبة إلى الظبي. الظباء وكمعظم الفرائس عيناها على جانبي جمجمتها، بينما يبلغ مجال الرؤية لدى الفهود الصيادة 200 درجة. تمنح عينا الظبي على جانبي رأسه مجال رؤية يصل إلى 270 درجة، وبحركة بسيطة من عنقه يستطيع مراقبة المجال المحيط به بنسبة 360 درجة. عيناه حساستان جدا في التقاط الحركة، بحيث يمكنه كشف أصغر حركة يقوم بها المفترس. الآن وفي خط رؤية الظبي، الفهدة متجمدة، وهي تعرف أنها إن بقيت دون حراك فلن يراها الظبي. تختلط ألوان الفهود الصيادة مع بيئتها فتؤدي عملا رائعا. إن البقع التي تكسو جسمها تشبه إلى حد كبير الظل وتساعدها على التمويه، فيصبح من الصعب جدا على الحيوانات الأخرى أن تراها. We'll be right back.
تغرز قدميها في الأرض وتستعد للهجوم كأنها عداء يستعد للانطلاق فوق حلبة السباق عند سماعه الإشارة. في هذه المعركة الأبدية بين الموت والحياة كانت السرعة دائما إلى جانب الفهود الصيادة، لكن هذا غير كاف وحده، فهي لا تملك القدرة على التحمل. وفي عملية الصيد هذه التي انطلقت بطريقة غير مدروسة، اقحمت الفهدة نفسها في مطاردة طويلة حيث بلغ جسمها الطاقة القصوى ووصل إلى الخط الأحمر. إنها تتنفس بمعدل 150 مرة في الدقيقة، 3 مرات أكثر من أسرع عداء بين البشر. يضخ قلبها الضخم أكثر من 16 لترا من الدم في الدقيقة الواحدة. تتم الدورة الدموية في كل أوعيتها في أقل من 20 ثانية، ومن معدل كهذا يكون لديها أقل من نصف دقيقة قبل أن يصاب جسمها بالإرهاق الشديد. يدفع قلبها بالدم الساخن نحو دماغها وتكون حرارته 39 درجة. أما إذا ارتفعت حرارته 1.5 درجة أعلى من ذلك فسيتضرر. ما إن يصبح الجسم عرضة للحرارة المرتفعة وللإرهاق حتى يصبح الدماغ هو الأكثر عرضة للضرر، وعندما ترتفع حرارة الدماغ يصبح شفاؤه أمرا مستحيلا. لكن الظل أقل عرضة لمخاطر الحرارة المرتفعة لأن جسمه مزود بنظام تبريد داخلي. قبل أن يصل الدم إلى الدماغ يمر عبر شبكة من الأوعية الدموية التي يبردها الهواء الجاري سريعا عبر الفتحات الكبيرة داخل الأنف، وعلى غرار مبرد محرك السيارة فهذا النظام يحول دون سخونة السوائل الحيوية على نحو مفرط. حتى لو بلغت حرارة جسمه 42 درجة مئوية فدماغه محمي ويبقى مبردا رغم الضغط المرتفع. عندما تصل حرارة الفهدة الصيادة إلى 40 درجة يعلمها جسمها أن أمامها ثواني قليلة لكي تقرر إما أن تترك الظبي يرحل أو تموت وهي تطارده. إن بدأت مطاردتها في وقت مبكر تستهلك كل طاقتها بسرعة. لقد استهلكت كل طاقتها، لكن الصيد انتهى بكارثة. يجري الظبي بسرعة تقارب 95 كيلومترا في الساعة، لكن الظبي يحافظ على سرعته هذه وقتا طويلا جدا، وهو قادر على تحمل السرعة وقتا طويلا، بينما الفهود تعدو سريعا وقتا قصيرا جدا ثم تنخفض سرعتها. لم تفشل في الحصول على وجبة وحسب، بل خسرت مقدارا كبيرا من احتياطي طاقتها ايضا، وسيكون وضعها أسوأ في عمليات الصيد القليلة القادمة. أولا تبدأ بمطاردة ذكر وحيد وبسرعة تقترب منه، لكن ما يبدو هدفا سهلا يتحول فجأة إلى مطاردة صعبة. بدلا من أن يركض يبدأ الظبي بالقفز صعودا ونزولا. هذا تدبير دفاعي يدعى المطلقة في الهواء، إنها مناورة أخيرة لإخافة الفهدة من خلال استعراض القوة والقدرة على التحمل، والنتيجة جيدة. لقد استهلكت الفهدة الكثير من طاقتها خلال انطلاقتها الأولى، وهي لا تتحمل هدر المزيد من الطاقة في عملية صيد غير مضمونة النتائج. يزداد الأمر تحديا خلال صيدها القادم مع اقترابها مسافة 45 مترا من قطيع ضباع، لكن الضباع تنطلق كالبرق وتقفز مبتعدة كأنها تتحدى قانون الجاذبية.
تبرز وتعلو 3 أمتار في الهواء داخل وخارج خط رؤية القهدة، فتنحرف الصورة لدى الصيادة وتفقد الهدف. أخيرا تتخلى عن مطاردتها، لكن ليس دون استهلاك المزيد من احتياط الطاقة لديها. لقد كانت أياما صعبة بالنسبة إلى الفهدة الصيادة، هي وصغارها دون طعام، والوضع الآن يبدو يائسا.
من الناحية الجسدية قد تصمد الفهود دون طعام 5 أو 6 أيام على غرار البشر قبل أن تنهار ويقضي عليها الجوع. شيز تراقب بحذر على الدوام دنو أي مفترس آخر من صغارها، وفي الوقت عينه تبحث عن طريدة يمكنها أن تصطادها، وهذا يعني أن الوقت بدأ ينفد من أمامها. دائما يقظة، الأدرينالين في جسمها يجعلها في حالة تأهب وحذر دائم، كأنها في حالة حرب حيث لا مكان للراحة. عليها أن تجد الطعام وبسرعة. تقترب خلصة من القطيع كمن ينفذ عملية فورية، مستحدثة صغار الظباء العديدة، وهي الأبطأ بين القطيع والوحش حذرا. كلما اقتربت من الأهداف قبل بدء الهجوم ازداد احتمال نجاحها في الصيد، كما أن التخفي والتسلل يستهلكان من طاقتها أقل مما يستهلك العدو سريعا خلف الفريسة. عندما أصبحت على بعد بضع مئات من الأمتار عن القطيع اتخذت وضعية التسلل. فجأة بدأت الفهدة وهي أسرع المخلوقات البرية على وجه الأرض تتحرك ببطء شديد. تتربص بفريستها لحوالي ساعة من الوقت. أخيرا يشرد أحد الصغار ويبتعد عن القطيع. الصغير ضعيف جدا، لكنه لا يزال على بعد 90 مترا من خط هجومها. إذا هاجمته الآن فستكون مطاردة طويلة تستهلك خلالها الكثير من الطاقة وقد تفقد الفريسة. لكنها إذا تأخرت قليلا فقد يعود الصغير ويلتحق بالقطيع وستختفي الوجبة من أمامها. إنها مخاطرة عليها أن تخوضها. وبعكس ما كان متوقعا تمكنت البهدة الصيادة من الصياد الضبي. اصطادته بانطلاقة سريعة كالبرق من 0 إلى 95 كيلومترا في 3 ثوان. مع العدو بسرعة عالية كهذه يتشتت النظر وتنحرف الصورة، وفي هذه الحالة يصبح من المستحيل التركيز بدقة على الهدف واللحاق به. لكنها بفضل ميكانيكياتها البيولوجية تتمتع برباط مطاط يصل عنقها مباشرة بعمودها الفقري، مما يمنحها ثباتا في الصورة البصرية. وهذا يعني أن رأسها وعنقها حتى أثناء العدو السريع يبقيان ثابتين بالكامل، يجويان مباشرة إلى الأمام نحو الهدف كأنهما سهم مسدد إلى نقطة بعينها. وهذا ما يمكنها من التصويب بدقة فائقة نحو الفريسة ومن اصطيادها وبالتالي قطعها. بعدما تمكنت من قتل الضبي تبدأ بمضغ الجزء الخلفي من جسمه حيث يوجد أكبر مقدار من اللحم، فالصغار لا تملك أسنانا قوية للقيام بهذه المهمة. ثم تأتي الأشبال وتبدأ بتناول الطعام. بعد انتهاء الصغار من الأكل لا يبقى لها سوى القليل لكي تأكل. لقد استجمعت مقدارا قليلا من الطاقة لكن مخزونها يكاد أن يفلت.
وعلى الرغم من الإرهاق الذي أصابها إلا أن عليها معاودة الصيد من جديد. إن لم تصطاد فقد تموت من الجوع، وعندها سيموت الصغار أيضا. إنها حياة قاسية تعيشها أنثى في هود الصيادة. أشبالها تعتمد عليها بالكامل، وهي تعرف الآن أن اصطياد ظبي صغير سيبقي الصغار على قيد الحياة، لكن الصغار في الوقت عينه لن تدعها تصمد طويلا. لقد رأت ظبيا كبيرا شاردا ووحيدا، تتسلل خلفه لأكثر من ساعة من الوقت لتصبح على بعد 45 مترا منه، وهي مسافة كافية لشن الهجوم، لكنه ضخم يزن 60 كيلوغراما. سوف يؤمن لها ولعائلتها ما يكفي من الطعام لفترة طويلة، لكن هل تملك ما تحتاج إليه لقتل الظبي؟ إنها قادرة على طرح خصمها العملاق أرضا من خلال مهاجمة رجليه، لأنها وفي اللحظة التي يمد الظبي رجله فيها إلى الخلف تمد هي كفها وتطلق سلاحها الأقوى بسرعة البرق. إنها الزمعة، والزمعة هي مخلب لا يلمس الأرض أبدا، لذا تبقى حادة جدا كشفرة الحلاقة. تصيبه في وركه، يجري الظبي بسرعة 80 كيلومترا تقريبا محاولا الإفلات من قبضة الفهدة الصيادة، لكن الزماعة عالقة ومغروزة عميقا في جلده السميك بحيث لا يستطيع الإفلات منها. وبواسطة مخلب صغير بطول 2.5 سنتيمتر تتمكن الفهدة الصيادة من طرح الظبي أرضا، فتسقط الفريسة البالغة زنتها 60 كيلوغراما بضربة واحدة قاتلة. تستطيع أن تطرح الظبي أرضا، لكن حجمه الضخم يحول دون تمكنها من إبقائه في هذه الوضعية. وما ظنت أنها ستقتله قد يقتلها. إن زماعة الفهدة الصيادة قد مكنتها من طرح هذا الظبي العملاق أرضا، لكن براثنها الأخرى لا تمكنها من إبقائه في هذه الوضعية، فهي رقيقة لا تستطيع تمزيق جلده بواسطتها، وفكاها وأسنانها ليست قوية بما يكفي لعضه بقوة. الفهدة لا تملك الأسلحة الضرورية في معركة الميكانيكية الحيوية هذه، لذا ستقوم بخطوة يائسة أخيرة، سوف تسدد للظبي عضة قاتلة. إذا أسلحة الظبي هي قرنان متوجهان نحو الأعلى، فعندما يسقط أرضا يكون على الفهدة الصيادة أن تتخذ وضعية تبقيها آمنة من القرنين، وتتمكن في الوقت عينه من عض الظبي في عنقه، وإلا ستكون في خطر. لقد حالفها الخض ولم تصب بضربة قرن من الظبي، لكنها تحرق الكثير من الوحدات الحرارية وتستهلك مقدارا هائلا من الطاقة، دافعة بنفسها نحو الحافة ومعرضة حياة عائلتها للخطر. توجه
كانت عائدة نحو الشجرة حيث تركت صغارها بعدما التقطت أنفاسها. لكن الصغار اختفت. لا أثر لرائحة الأشبال، أملها الوحيد هو منادتها. لكن انعرف حيوان مفترس بوجود الصغار فستصبح عرضة للخطر. تعرف الصغار منذ طفولتها أن عليها أن تخاف الأسود وتخاف الضباع. تقتل هذه الوحوش المفترسة صغار الفهود الصيادة، لكن ليس من أجل طعمها، فهي غالبا ما تترك الصغير بعد قتله ولا تأكله. إنها تحاول بقتله إزاحة منافس من منطقتها. يعيش في الجوار الكثير من الوحوش المنافسة التي لا تعرف الرحمة، عليها أن تتعقب صغارها دون أن تكشف عنها. عندما تفترق عن أشبالها تبدأ بإصدار صوت يشبه زقزقة العصافير. الحيوانات المفترسة الضخمة معتادة على الزئير وعلى مختلف أصوات السنوريات، لذا فالفهدة الصيادة تصدر صوتا يشبه زقزقة العصافير. وفجأة يبدو الضبع غير مبال لأن الأمر يقتصر على عصفور. لقد قامت بما عليها القيام به، لكن كيف تمكنت من إبعاد ضبع يفوقها حجما وقوة وقدرة على القتال؟ لقد ساعدها في ذلك الخطان الطويلان الأسودان اللذان يمتدان تحت عينيها. الفهود الصيادة هي السنوريات الوحيدة التي تتمتع بخطين أسودين يمتدان من زاويتي عينيها نزولا حتى طرفي فمها، وهذان الخطان يطفيان على وجهها تعبيرا غاضبا. لقد كان سكان أمريكا الأصليون يضعون في الحروب طلاء لكي يظهروا أمام العدو أكثر إخافة، فإذا زمجرت الفهد قد تنجو بنفسها. أصبحت الأشبال الآن آمنة، أما الحيوانات المفترسة كالضباع والأسود والفهود فهي تمثل خطرا حقيقيا على الصغار كل مرة تترك فيها وحدها. حوالي 10% من صغار الفهود الصيادة تنجو وتعيش لتبلغ السنة الأولى من عمرها التي هي الأصعب، لأن كل الحيوانات المفترسة تسعى وراءها وتبحث عنها لكي تقتلها متى وجدتها بعيدة عن أمها. لذا فعل هذه الأم أن تتخذ خيارا مستحيلا، هل تترك الأشبال وتذهب لتصطاد وتطعمها، أم تبقى قريبة منها لتحويها من خطر دائم؟ لقد قررت الآن أن صغارها بحاجة إلى الطعام أكثر مما هي بحاجة إلى الحماية. خلال الأسبوع الفائت ناضلت هذه الفهدة الأم لكي تلبي المتطلبات المتزايدة لصغارها الأربعة التي تنمو يوما بعد يوم، مستهلكة مقدارا كبيرا من الطاقة يفوق ما تكسبه. لقد انخفض احتياطي الوحدات الحرارية لديها ووصل إلى ما دون الصفر. باتت الآن تستهلك دهونها
وحتى عضلاتها لكي تبقى على قيد الحياة. إن لم تنجح في صيدك المرة القادمة فستكون هذه آخر مرة تصطاد فيها. لقد عدلت خطتها، فبدلا من أن تصطاد مع الفجر أو عند الغسق حيث تشتد المنافسة، قررت أن تصطاد في منتصف النهار حيث تتوقف مطاردة الفرائس. تكون الشمس في هذا الوقت في ذروة إشرافها، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة إلى معظم الحيوانات المفترسة في أفريقيا، لكن الفهدة الصيادة مجهزة لتحمل وهج الشمس. إن الخطين الأسودين اللذين ساعداها على التخلص هي وصغارها من الضبع سيحصلان رؤيتها تحت شمس أفريقيا الساطعة والحارقة. عندما يمارس الرياضيون في وضح النهار لعبة كرة القدم أو لعبة البيسبول، يضعون مادة دهنية سوداء تحت العينين للتخفيف من حدة نور الشمس المتوهجة، وهكذا تفعل الفهود الصيادة عندما تصطاد لكي تخفف من تأثير النور الساطع على رؤيتها. تتسلل نحو قطيع من الضباء وقد تجهزت لتحمل الشمس الساطعة، لكنها لا تتحرك من خلف القطيع. تسلك طريقا أطول وتتموضع إلى جانب الضباء، لكن لماذا تجازف بالانتقال إلى مجال نظر الحيوانات؟ لكي تتجنب الريح. إن حاسة الشم لدى ضبائه هي حقا مذهلة. مع مرور الوقت تتعلم الفهود أن رائحتها تنبئ بوجودها، لذا فهي تبدأ بتعلم كيفية الاقتراب من الحيوان باتجاه معاكس لاتجاه الريح.